برعاية سامية بلد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ينطلق اليوم مهرجان التراث السنوي في نسخته التاسعة والعشرين في سوق البراحة بمنطقة ديار المحرق نعم هذا المهرجان يأتي تزامنا مع ليلة القرقعون والذي سيستمر يوميا حتى الثامن من أبريل حيث سيختبر الجمهور خلال أيام المهرجان التقاليد الأصيلة التي تشكلت لدى المجتمع المحلي والمرتبطة بالشهر الفضيل وهو هدف المهرجان الرئيسي في التأكيد على أصالة العادات الرمضانية وارتباطها بهوية وثقافة وتراث مملكة البحرين وهي التقاليد التي يتمسك بها شعب البحرين ويتوارثونها جيلا بعد جيلاً على الرغم من التغيرات التي طرات على اسلوب الحياه المعاصر